صحابي صحابي مش أحد وخ مش شو نفسك أيوة صدق صحابي كيف تنسى بسم الله الرحمن الرحيم. أنا رائد عوامل 99 وفور الشباب ورجوع في عمل السياسي وعوامل مرتبطة لمجموعة من الأسباب. العامل مرتبط بشكل تاريخي مغربي إذا رجعنا إلى سنوات السبعين والثمانينات وما تعرض للشباب المغربي من اعتقالات وما جعلهم عبرة لغيرهم من الشباب. ثم العامل مرتبط بتدخل الإدارة في الشؤون الحزبية والانتخابية وكذلك في الشباب الاشتغال من داخل الجمعيات وتفجير طاقاتهم في العمل الجماعي. ومن هذا المنظر أدعو الشركات الحزبية إلى وضع برامج توعوية لاستقطاب الشباب وإعطاء فرص لمحاربة الفساد والدمجهم فعليا لا شفهية. وشكرا. شكرا صحفي.